صحابي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واهم حاجة تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهات سجدة فاني الجديدة والحلوة. ودلوقتي يا اصحابي التحديث الجديد من توكا بوكا نزل، خلينا نروح نشوفه وانا هقول لكم ازاي تجيبوا التحديث الجديد. بصوا يا اصحابي، انتوا اول حاجه هتدخلوا توكا بوكا، بعدين هتدخلوا الستور بتاع توكا بوكا، هتلاقوا لونه اخضر، نروح ندوس عليه. دلوقتي احنا قاعدين بندخل ستور يا اصحابي، ادينا دخلنا اهو. دلوقتي احنا هننزل تحت، ننزل تحت كمان شويه نلاقي في حاجه مكتوب عليها حزمه الاساس، هندوس عليها هتظهر لنا دي يا اصحابي. فبعدين احنا هننزل تحت وادي ده الاساس، وطبعا في حاجات تانية نزلت. طبعا انا هقول لكم ايه من العفش نزل جديد. في هنا يا اصحابي حمام سباحة وسرير للنونو، وهنا سرير للكبار، وبصوا دولاب على شكل دبدوب، الله شكله كيوت قوي. كمان السرير ده على شكل دبدوب، وبصوا دي ترامبولين، الله يا سلام يا سلام. ودي البتاعة اللي تتفرد على الارض عشان ننام عليها، في منها كتير قوي. وبصوا بقى دي الزحليقة، يا سلام يا سلام. ودي اللي احنا بنعلقها في الزينة، ايه رأيكم بقى يا اصحابي؟ وهنا بصوا بقى في سجادة على شكل دبدوب، الله ايه كيوت ده. وهنا في مرجيحة وحاجات كتيرة قوي جميلة يا اصحابي. بصوا بقى كده ننزل تحت عشان نشوف باقي الحاجات. دول يا اصحابي بتوع الحيطان، بصوا 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 جمال ازاي، الله دول جمال قوي يا اصحابي. يعني نزل تحت عشان نشوف هنا كده، الله دي اوض النونو شكلها كيوت قوي، يا سلام يا سلام. وبعدين اللي حطك هنا يا نونو، دخلت جوه الدولاب ازاي؟ وهنا في نجوم، والدولاب ده حاجات كتيره قوي جميله. خلينا ننزل تحت كمان، هنا بقى كده أوضة كمان كلها طبعا للبيبيهات، وده السرير بتاع الكبار، والنونو الجميل ده على السرير بتاع الكبار، وده طبعا المكان اللي النونهات او البيبيهات بيلعبوا فيه. وده برضو مكان بيلعبوا فيه الاطفال، بصوا يا سلام يا سلام، الله على الأوضة دي. وكمان الأوضة دي جميلة جدا، بصوا بقى هنا يا أصحابي، هنا الحمام، يا سلام يا سلام، والبيبي ده قاعد بيعمل في البوتي. وبصوا بصوا بقى بصوا هنا الزحليقة، وهنا لعبة جميلة، يا سلام يا سلام، الله التحديث الجميل ده يا أصحابي. وهنا في بيبي في حمام السباحة. بعدين هنا كده هنلاقي ان في مرجيحة وسلالم وحركات، وكلهم قاعدين بيعيطوا. انتوا قاعدين بتعيطوا ليه؟ الا الولد ده. وايه ده؟ ده مرمي على وشه، ده سلايم ده ولا ايه؟ بصوا حتى جده بيعيط، بتعيط ليه جده؟ واستنوا يا اصحابي الفيديو الجاي مع حوادثنا في التحديث الجديد، ويلا بيس. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم يا اصحابي، ولو عجبكم روحوا اعملوا لايك واعملوا اشتراك كتير كتير، ويلا.